فين المونه يا جروانجي؟ ما هي المونه اهي كده. وكمان هتستعملي قصات الى قوي يا ريس. يا ريس بيري حلوه دي خدتك اللي تجيلي. لا والله يا اهدي انت هتهزر معاي. طيب غور من قدامي وما تستناش عليه. غور ما تشتغلش هنا. ايه في ايه؟ الولد ده ما يشتغلش هنا وما يستناش ولا دقيقة واحدة. بس ما تقولش ولا الكتم يا ولد. قال هو هتأمر ليه؟ قال رأي المثل بنشتغل في الشقة برضه مش عاجل. قلت لك غور من قدامي وما تستناش هنا. بره 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 الأرزاق على الله. كتكميلة وأنت باغل عامل زي جاروس الطين كده. كده؟ ايوه. وكمان هتشتمني. ايوه هشتمك. طيب خد بقى. عيب عيب يا ريس. اوعى كده يا ريس. اوعى كده. عيب يا ريس. 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 ربنا سهل. استأذن انا بقى. سلام عليكم. مع السلامة يا خال. تعالى ما فهمت. هتفهمني هي محتاجة حاجة. تعالى بسيط. برا. ما تيجي تاكل احسن. ايه؟ ايه؟ تاكل. انا مكسوف. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان. الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه للأدب. يا أخي اربط الحمار. موضع ما يقص واحد. يعني أنا جريه في غش الناس ومعاكسة الحريم. أنت مالك أنت؟ وأنا عمري حلفع في الشغلانة ده. أنت بتلفق في إربه وهتروع. إربه. أنا برضك إربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك. تقولي على نعمة ربنا. إربه. يا أخويا. معلش يا خال. معلش ما تزعلش مني. بكرة هبقى كويس أوي. أوعى تزهق. بكره تنفخر ان ليك ابن اختي زي هتنفخر بيا اخي نفخر. وانا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟ انا الفرجاني بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرله العربيه. يجرله العربيه ايه يا بنت؟ هشتغل حمار. حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني. هو عايز واحد يمشي معاه يساعده بيع الخضار. اذا كان كده معلش شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح. خلك يبقى ياخدك يوديك لفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح. وما بنت تهز من هنا. قومي قومي كخابر. الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مرات خال. ونعمه ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعه ساعه على نار. انا بقول لك اهو قوم فيز انت اهو. قوم يا خال انت كمان. يا فوطه يا مجنونه يا فوطه. فوطه ايه يا ابني؟ اسمها قوطة مش فوطة. قوطة ايه؟ هي بلدنا اسمها طماطم. لكن هنا اسمها قوطة. خلاص انت حر قوطة قوطة. يا مجنونة يا بنت المجنونة يا قوطة. هي مجنونة بس مش بنت المجنونة ولا حاجة. طب اقول لك ايه؟ بدمها مجنونة كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يعني فرجان. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجان ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي. شوف الكوسه عامله ازاي تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخدوا محشي معاها يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكوسه عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. هو كده حلو معانا يا حسنين. وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت او بالمره تتعشى معانا. لا ربنا يكرمك يا عم فرجاني. طيب. لا ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هجري ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال كوبايه الشاي تقيله يا ولا احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. السح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه.
أخيلا. هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يابا. يا ترى ايه اللي أخره؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط، ايه اللي فك؟ يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه؟ فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا. هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تلاقيه بيقضي مصلحه وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مال؟ لما يجي بساله. اساله؟ ده انا هروح في شد الداهيه. يا ولا ولا محمد ولا سعد. بس يا ولا بتقول بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومه ولا ما فيهاش حكومه؟ ولا انت عايزين تعشوني يعني؟ اوعى حد يعمل حاجه فيكم. يا خال. مفيش يا خال، اسمع كلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني افهمني، لقمه العيش هنا صعبه، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمه سهله. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاده شويه كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. هو في حد ما يخافش من مراته؟ طب ده يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراق بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي. بقول لك ايه؟ خد يا حسنين دول وبوصل موقف التاكسي الاجره وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال. زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدقت. الأجرة يا فندية. لما نوصل بالسلامة يا أخينا. ادفع الأجرة يا أخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى، دفعت الأجرة مضاعف. قال أنا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زناز. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. أمال أنا بطلب الأجرة مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الأوانطة دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا أخويا انزل. أدينا هنزل يا أخويا ما تسوق. أدينا افتح لي الصخمطة دي وحياتك. بتفتح من إيه؟ يلا يا اخويا. روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي. امشي لك 12 شروطك ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. تبدا الميه انت واللي يعرفك لما تبقى تتجهر تحت منك. اصحى، ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو مش ده بيت ربنا؟ أنا معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى عشان افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى، يلا بره. روح انت يلا. يا سيدنا انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. ما تيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا اخويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انام نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي الناس لبعضيها. قوم. Oh.
فل معنانة. 100 فل وعشرة. ايه ده؟ ده واد لقطة يجي منه تمام. مقطوع من شجرة واقع من على النخلة وحالته أنفشة وشكله أنشطة. طب ما جهزتوش ليه؟ إن شاء الله. بس ما نجوه شوية والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سكر. أنت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذة أصل ال السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل أنت. مؤاخذة يا معنانة. سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس كمان. ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا ربيع. يا سي حسسانين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما بقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. فقلت يعني احنا في السجن احسن. يا سي خليل يا حمار الغبي الغبي يا حسسانين. انا من مؤاخذه الواد ده بيدوله شهاده. شهاده؟ شهاده ايه بقى؟ شهاده هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له عاهه انتكه. انتكه؟ انتكت ايه؟ غزقعين هياكلوا الشهد. غزقعين هياكلوا شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطه. اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه ويبقى طاقه القدر اتفتحت له. راح فين؟ انا هزور الست ام هاشم وسيدنا الحسين واتكل على الله اخذ الحلزوني واروح بلدنا. روح؟ ايوه هروح. تروح؟ اصل انا طول عمري فقري وكنت يعني فاشل في الكتاتيب والمدارس، فما كنتش بروح يعني ما بحبش انا مش عايز شهادات. هذا هو دخول الحمام زي خروج. انا يا انت احنا هندي لك لصنص مره واحده. يا سيدي انا مش عايز، انا فرحان انني جاهل، انا مش عايز شهادات. هات اسمع كلامي يالا. اللي هيجوعك دلوقتي هتاكل بيه مرقه روم بعدين. عارف مرقه روم؟ اسمع كلامي، محدش عارف يكلمك بعد كده. يا سيدي انا اللي عايز اكلم حد ولا حد يكلمني؟ هو دي ده حاجه يعني. انا مش عايز اكلم حد، انا مش عايز شهادات يا سيدي. انا يتيم وامي ميته بلاش كام يوم، سيبوني اروح. العمليه كام يا غبي؟ 156. قطع الرجل. رجلي؟ هاتولي رجلي، هاتولي رجلي، انا اروح فيكم في داهيه. انا عايز رجلي. الحقيني يما، الحقوني، انا عايز رجلي. هاتولي رجلي لاروح بيكم في داهيه. بس يا جماعه انتوا. اهلا سي 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 جمعه. بتعملوا له ايه ده؟ بنعمل له 156. مين اللي قال كده؟ ده انا طرطور بقى، ده انا مش موجود، ده راحت المراكز. هو انا عيال هنا علقه؟ ده انا اشاع. ما احنا بنعرف نتصرف يا معنانا. مفيش معنانا، ده انا دكتور جمعه، وميت مره قلت محدش يتصرف من غيري. واذا كان مش عاجبه سي سيد هاموش بتاعكو ده، انا 100 مؤسسه تتمناني. في ايه يا استاذ؟ ايه يا هاموش؟ ايه يا سيد هاموش؟
خلاص مفيش استعبار للدكتور؟ ازاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح رجله تتكسر برضو يا بهايم؟ ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ. انا غيب زي ما انا عايز يا هموش. انا ما بغيب ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعبة. هين طب خلاص خلاص انت استاذنا بقى، شوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية استاذ النماذج، تقف قدامي كويس. اديني نظرة شمال. اديها لي شمال. هناك تعال لي. لف لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني. شكله مش بطال. كويس. ده هتعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني ما تخافش، انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتتبعوني على البرد؟ لا هنتبعك ولا هنعمل فيك اي حاجة ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكرة انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحمه عزيز قوم زل. ارحموا عزيز قوم زل. واقف على ناس يا برنس، واقف في شموخ، راسك فوق. ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسه. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق. هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا بيقولوا ده ابن ناس، ده من عيله، ده متعصل. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي الاماكن الشيك قال ايه، وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه. يعني شحات بيشحت من شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده. ما تقطعوني الزكيته دي. اقرف خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت بتتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو اغنيها حلو قوي. نعم جايبك تغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. خلاص مش عايز اتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك، الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ، الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النضاره واقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوه، طار ما طارش الجنيه هيوصل حالا.
ربنا يكرمكم. يا سيدي الجنيه اهو، وادي ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا منين؟ مالكش دعوه، انت شوف شغلك، بلاش لماضه، مفيش اثناء العمل بوس. الله يا رب ربنا يكرمكم. الله يا رب، ما تجيب حاجه، مش شايفين عاجز، ما تجيب حاجه لله. الله يا ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا ها؟ فهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفته ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي؟ ده انتوا ولاد جنيه. احنا اللي ولاد جنية، عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصية، ده سوكسيه، البركة في النضارة. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها تيه؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاطع ميت ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. فوق فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك، احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير قوي. ايوه، عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصية وخلافه، نهاية الأول، أنت هنا عبد المأمور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك نفس؟ لا، أتعشى. عشوه، بقول لك إيه؟ على فكرة، تشتغل أكتر، تاخد فلوس أكتر. إحنا ناس حقانية، ما نحبش ناكل حق حد أبداً. يعني خدهم قد كده على قلبك، تبدا الميه لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. يا استاذ يا استاذ. ايه؟ ايه دي؟ ايه الورقة اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه؟ دولار. هرر؟ ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقة دي واديني مصري، انا بنهي لك بالمصري وهتخش الجنة بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبة، انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجة الا الفلوس. خد الورقة دي واديني بالمصري، انا قابل منك اي حاجة ان شاء الله اشيل الحد. هدي هدي كويس. شفت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوه قوي، نخلع بقى.